بالإشارة إلى المناطق تسير في اتجاه الداخلية، نعم، تخصيص دعم إضافي نفسي. بالإشارة إلى المناطق الداخلية والمناطق الجبلية، أشرت منذ قليل صعوبة الوصول إلى هذه المناطق، خصوصا المناطق الجبلية الوعرة. نشاهد في الصورة أمزميز منذ قليل، ورأينا طائرة المروحية تحلق فوق المكان. هل يعني بالإمكان، أولا، ما هي كثافة السكان في تلك المناطق ومدى الخشية من تضررهم مبدئيا، ثم يعني هل بالإمكان أن يتم التعامل معهم من خلال وسائل نقل متطورة كالطائرات مثلا؟ نعم صحيح، الآن الجيش، القوات المسلحة الملكية، السلاح الجو، يعني قطاع الجو هو من يتكفل بهذه العملية. عدد كبير من المروحيات تم استنفارها لهذا الغرض. بالطبع سألتني عن الكثافة في هذه المناطق الجبلية. الكثافة إلى متوسطة، متوسطة، ليست معظم هذه الأرياف لا تتجاوز نسمتها 10,000. المشكل ليس في كونها 10,000، لكن المشكل في تفرقها وتشتتها. يعني هذه الأرياف سكان غير مجتمعين في مناطق معينة، وإنما متشتتين. هذا راجع لنمط حياتهم الزراعي، حيث يتبعون المناطق الخصبة من أجل الزراعة ومن أجل الفلاحة، لكن كونهم يقومون بذلك يجعلهم يقيمون في مناطق مرتفعة صعبة الولوج، وأكيد أحيانا لا تصلها إلا الدواب. لكن نمط حياتهم كذلك، هم متأقلمون مع هذا الموضوع، لكن هذا النمط وهذا النوع من التضاريس جديد مستجد على فرق الإنقاذ، التي ستجد فعلا صعوبة وتحديا كبيرا من أجل تنفيذ مهامها الإنسانية ومسؤوليتها تجاه هذا المواطن. بالطبع عادة ما تقوم القوات المسلحة بإقامة مستشفيات ميدانية في الأماكن المنبسطة فوق الجبال من أجل استضافة الجرحى، من استضافة الهلعين الخائفين المتضررين وتقديم إسعافات لهم. بالأحرى المناطق الآن على الأقل في الظلال الريفية الجبلية، جبلية حادة لا تتوفر فيها المناطق المنبسطة التي تسمح بإقامة هذه المستشفيات. الجيش سوف يقيم مستشفيات تكون قريبة، وبالطبع هذا بتنسيق مع فرق الإنقاذ المدنية لوزارة الصحة، التي استنفرت أيضا مئات سيارات الإسعاف ومئات الأطقم. حتى هناك من استدعي لقطع إجازته بشكل عاجل، سواء من الممرضين أو الأطباء، أيضا الأطقم الخاصة من الأطباء الخاصين أو الخواص والعيادات والمستشفيات الخاصة، كلها أعربت عن نيتها، عن استعدادها أو بعضها على الأقل عن للمساهمة في هذه العملية، عملية الإنقاذ في هذه الكارثة. بدأ الآن